بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. هذه هي المحاضرة الخامسة في السلسلة المصممة لمادة الهياكل والرياضيات المنفصلة Structures and Discrete Mathematics، والتي سأتناول فيها إن شاء الله فقط حل مثال واحد مذكور في المادة، ألا وهو الكاونتينج للباسورد. كيف ممكن أعد، كم باسورد ممكن أشكل ضمن شروط معينة. وهذا المثال هو أحد التطبيقات على موضوع العد أو موضوع الكاونتينج، وهو موجود في سلايد 113 في المادة التي بين أيديكم، وهو من الأمثلة التي تحتاج إلى فهم وتركيز. لذا أرجو أن تتابع الشرح بتركيز وعناية، وأتمنى أن تقوم بمشاهدة هذا الفيديو مرة أو أكثر لكي تستوعب ما قمنا بشرحه في هذه المحاضرة. أتمنى لكم كل التوفيق، وننتقل الآن إلى الإكزامبل الأول.